السلام عليكم. في البداية كنت اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو السابق عن ان في موجة اسعار هتحصل، وده حصلت امبارح. بقى خرج ليك عمرو اديب زي ما الصورة امام حضراتكم، خرج يتكلم مع الناس على خمس ست حاجات كده هتحصل معاه. بصوا بقى، الغلاء جاي جاي. عمرو اديب لما يقول لك محتمل، اعرف ان في غلاء فعلا، اعرف ان في رفع اسعار هيحصل فعلا. قال لك بصوا الغلاء جاي جاي. وبالمناسبة، على فكرة، انت كمواطن، مش السيسي اداك 1000 جنيه وانت قلت تحيا مصر؟ ال 1000 جنيه فقط لا غير. يا راجل انا هضرب لك مثل واحد. عارف انت لو بتاكل، لو انت اسرتك من 5 افراد وبتاكل، بتفطر في رمضان بس فول وطعمية وعيش، فانت محتاج الفطور بتاع رمضان الواحد ب 100 جنيه. طب والسحور ب 100 جنيه. طيب وتوتال الايام، التوتال بتاعهم مع 30 يوم في شهر رمضان، محتاج لك 5 6000 جنيه. 5 6000 جنيه تاكل فول وطعميه، لا لحمه بقى ولا رجول فراخ ولا ورق شجر ولا الكلام ده كله، فقط لا غير. فول وطعميه انت محتاج 6000 جنيه ل 5000 جنيه شهريا، وانت راتبك 4000 ولا 3000 ونص، وفرحان بال 1000 اللي سيسي نزلهولك. فشفت قد ايه انت بتقول تحيا مصر وانت مش مدرك انك انت شخصيا لا تعرف ان معنى كلمه تحيا، يعني انت لا انت ولا اسرتك عارفين تحيا، لكن عايز تحيا مصر بتعرف تطبل للاسف الشديد. النهارده زي ما قلت لك، عمرو اديب خرج يقول لك ان هناك احتماليه ربما، لا مش ربما، ده هيحصل ان هيكون في غلاء اسعار وارتفاع اسعار محتمل الايام اللي جايه. لا 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 لا، غلاء الاسعار ده جاي جاي جاي، مفيش بديل عنه. عمرو اديب بقى قال لك كمان في الخبر، قال لك بس خدوا بالكم، بس حاولوا بقى يا مصريين ما يبقاش فيه يعني اسراف كتير، اللي هو يعني كان الشعب ده معاه فلوس اصلا، ان الشعب ده اصلا معاه فلوس والدنيا معاه بيس. الشعب مش لاقي كلمه، الله ده ما بقتش تعبر عن حال الشعب المصري. كلمه ان الشعب ماشي بيكلم نفسه من قله اللي مفيش، ما بقاش مفيش جمله الان الواحد عارف يقولها تعبر عن الوضع اللي بيعيشه الشعب المصري. المهم نرجع لعمرو اديب اللي قال لك غلاء اسعار هيجي يا جماعه احتمال، وان انا بقى بطالب الشعب المصري ان ايه، يبطل اسراف والكلام ده كله شويه. بالإضافة إلى إن في متن الخبر بتاعه قال لك هي بص مش هتبقى مطولة شهر شهرين، لا هتبقى طويلة شوية. إذا كان مش شهر ولا شهر، طب إزاي ده السيسي لسه خارج مع جنود القوات المسلحة وقال لنا ومطمنا كلنا، قال لك إن إحنا زي ما قاعدين على إيهابيون هنقضي على موضوع الدولار دوت والدنيا هتعيش تمام والقش هتبقى معدن والوضع هيبقى لطيف. عمرو أديب قال لك لا، الموضوع مطول مش شهر ولا شهرين ولا ثلاثة يا عم، قال لك وحياة لميس ولا 10 شهور حتى، الموضوع مطول يا جماعة. قولا واحدا، طالما هذا الشيء قابع على نفس المصريين، طالما السيسي موجود، كن على يقين ان الموضوع ده مطول. لو السيسي قاعد في الحكم 100 سنة فانت هتعيش الوضع الاقتصادي كل يوم اشد من اللي قبله لمدة 100 سنة. طالما عبد الفتاح السيسي موجود، اي حد بيسأل يا جدع عبد الرحمن ايه الحل؟ رحيل السيسي بس. ما تقوليش بقى ان الحل نعمل مصانع نعمل شركات، ما بقاش فيه، ما فيش فلوس نعمل مصانع وشركات، وما فيش قدره لدى الشعب ان يتحمل لغايه ما المصانع والشركات اللي لو عملناها تعيد ربح ودخل على الشعب المصري. الحل رحيل السيسي، والحل ان يجي حكومه بجد ورئاسه بجد تعبر عن الشعب المصري بجد. ما دون عن ذلك ما فيش حلول. وسيبك انك تقول لي طب يا عبد الرحمن الحل، طب ما يلا بقى نشوف انتخابات. مفيش انتخابات، ده اذا حصل اصلا. انا بتكلم في ايه؟ بس اذا حصل اصلا ان في انتخابات ورحل بانتخابات، فده معناه انك انت اعترفت ضمنيا بان كان في انتخابات حره، هذا الشخص رحل بيها، رحل بانتخابات حره. لا، الشخص ده لازم يرحل بثوره. ليه؟ علشان الديون اللي عندي، انا الديون دي اعرف اسقطها ازاي؟ اسقطها ازاي؟ بان هذا الشخص اخذ فلوس رغم انف الشعب وبدون مؤسسات الدوله، وي وي وي، وباعتراف كل المؤسسات العالميه والدوليه ان مصر ما كانش فيها حقوق ولا حريات ورجال الاعمال كانوا منفوخين. فاعرف انا اخذ الحته دي. المهم يعني مش قصتنا، انا بقى نعمل لها حلقه ثانيه. انما عمرو اديب رد قال لك بقى بصوا الموضوع ده مطول شهر شهرين ثلاثه. قشطه يا عمرو، تمام، جميل جدا. عمرو اديب بقى في الفيديو في الخبر ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بس وانا بطالب الستات بقى ما يبقاش فيه اسراف جديد. يا ست يا مصريه، يا اللي بتعملي رجول فراخ، لو سمحتي بدل ما تعملي 4 رجول فراخ اعملي 2، بطلي فطيره،
بدل ما تروحي النهارده عايزه تاكلي اولادك عدس، لا بلاش عدس، العدس غلي، العدس غلي، لا تخيل العدس اللي اصلا يعتبر نص الشعب المصري ما بيحبش ياكله غلي ومش لاقيين نشتريه. المهم بدل ما الست المصريه تعمل لاولادها فول وطعميه على فطار نهار رمضان، تقدري يا ست يا مصريه يا لطيفه تقدري مثلا تعملي طعميه، بس اعملي طعميه، ده لو عرفتي تعمليها، ده لو عرفتي تعملي الطعميه. اوعى عمرو اديب بيطالبك ايها السيده المصريه بانك بطلي، يعني بطلي اسراف بقى، اكتني زي كده بقى، وعيني بقى فلوس بقى من الملايين اللي جوزك بيجيبها لك كل اخر شهر، بيجيب لك 4000 جنيه يا شيخه، حاولي تعيني منهم 400000. انا عندي لميس، انا عندي لميس، لميس عندي بديها كل شهر قيمه مليون ولا 2 مليون دولار. والله العظيم لميس ما بتصرفهم كلهم، بتصرف لها 200 300 الف دولار في اللبس والشنط والفسحات والخروجات والرحلات والمنتجعات والقرى السياحيه، بتصرف لها قد 200 300 الف دولار، والباقي والله العظيم بنعرف نعينه، بنعرف نحوش يا سيده مصريه. انا مش فاهم يا سيده مصريه، انت ازاي بتعرفيش تحوشي من ال 4000 جنيه اللي جوزك بيديهم لك كل اول شهر؟ ده كان عمرو اديب اللي بيقول للسيدات المصريه، بيقول لها عمرو اديب بيقول لهم حاولوا اتحوشوا. وبصراحه انا ردي على عمرو اديب مش هكون انا برد شخصي، لكن هيكون رد بفيديو لسيده مصريه من اللي عمرو اديب شايفه، ان بقى بطلوا بقى تبذير، بطلوا بقى، بطلوا صرف يا سيده مصريه. ده دي سيده مصريه بترد على عمرو اديب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انا بستنجد بيكم وبستنجد بكل واحد مسؤول في البلد، انا وطلاقه مش عارفه اعيش، انا وطلاقه مش عارفه اعيش، مش عارفه اربي عيالي، ما عنديش اي عائد مادي، ما عنديش اي عائد مادي يصرف عليا وعليهم، ما عنديش اي تامين، ما عنديش اي حاجه، اهلي رموني ما حدش بيسال فيا. بجد انا خلاص تعبت، انا يمكن اللي مصبرني في الدنيا هم عيالي. ده الوضع القائم في مصر بقى، سيبك من اي حد يقول لك لا الدنيا جميله ويخرج لك لجنه، لجنه وهو عارف انه لجنه، او معزه وهو عارف انه معزه. اصل طالما انت ساكت لما يحدث للمصريين بالشكل ده وبتطبل وتنافق لعبد الفتاح السيسي، فانت يعني اقل من ان يتم وصفك بمعزه او بلجنه، لا انت دون هذا هذه الرتبه ايضا. يعني بالمناسبه بس في فيديو لشاب مصري مغترب، تخيلوا يا جماعه الغربه دي، الغربه بما ان انا مجربها وعايشها، انا مش في غربه انا في منفى، انا مش عارف ارجع بلدي، يعني انا مش الامر مش بايدي. في شاب مصري وصل رساله وفيديو لعبد الفتاح السيسي ان من اللي بيحصل للمصريين قد ايه الشاب ده بيشكر السيسي ان خلاه حب الغربه، الشاب اللي ما كانش حابب الغربه بيشكر السيسي انه خلاه حب الغربه. بجد انت نجحت، اوعى حد يقول عليه فاشل، لا ده نجح ونجح بجداره 100%، نجحت في انك تحببني في غربتي، اه والله حبيت الغربه وهونت علينا الايام. بالنسبه للجحيم اللي انت معايش فيه الشعب في مصر والغلاء والمجاعه، السياسات الفاشله بتاع صندوق النقد، على الصعيد الدولي تقزم وضع مصر الدولي ومطين راسنا قدام الخليج، بنشحت بقى وبناخد منهم فلوس، مش قادرين نرد على اثيوبيا، بجد انت صفر في كل المجالات، الشيء الوحيد اللي شابوه نجحت فيه انك حبيبتني في غربتي. وهو ده يا جماعه الوضع في بلادي جمهوريه مصر العربيه. سلام عليكم.